فضلت شيء. بص، انت بتقول لي اولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان في كذابين كذابين، وهذا امر واقع بين يدي الساعه كذابين، والحديث في صحيح مسلم كذابين. ولو لم بقول لك انت كذاب، الساعه قامت. إيه؟ خلاص الساعه قامت كام؟ هي القيامه دي يا معناها ايه؟ لا لا ما تسالنيش بقى كده، خلينا نكمل كلام. خلينا نكمل كلام. اسالك يا فضيله الشيخ، خلينا نكمل كلام. بس تقرا الاجابات. القيامه هي قيامه قائم ال البيت. لو انت في دماغك القيامه هي قيامه قائم ال البيت. خلاص. طب انت مش قيامتي لابس قيامتي اما بيضه ولا سودة؟ قيامتي كانت يوم 9/10. ده كان يوم جمعه. كان يوم جمعه 19 سنه كام؟ سنه كام؟ بص يا ابني اسمع، يا ابني اسمع، الله يهديك يا ابني اسمع، الله يهديك. اسمع يا ابني الله يهديك. اتفضل اسمعني بس. لما انت تعرف توصل للناس يعني ايه الف لام ميم والف لام راء وكاف عين صاد وتصين ميم، ساعتها هقدر اسمعك يا فندم. انت بوصل، انت انت الاله، انت ربنا. وصل وصل انت وصل. اديني فرصه بقى. وصل وصل يا فندم. وانت لسه ما وصلتش. هوصل بقى. ده بعد وصل يا فندم. هوصل بقى. طيب نقول للناس ايه يعني قول. الف لام ميم. يعني ايه الف لام ميم؟ طيب مش انا بقول معنا مين؟ مش انا بقول ان انا مسيح؟